تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مع حجم 107 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين ومبلغ مالي يفوق 1 مليار سنتيم، سيارة سياحية، ثمن هواتف نقالة، ميزان إلكتروني صغير الحجم، قاطع ورقي مع توقيف 5 أشخاص. تعود حيثية القضية إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسي مصطفى بتوقيف شخصين على متن سيارة سياحية على مستوى السد الثابت، أين تم ضبط 107 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين كانت مخبأة بإحكام داخل الملابس الداخلية لأحدهم. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تمكن فريق التحقيق من توقيف باقي عناصر الشبكة، وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية الحيازة والنقل والمتاجرة بالمخدرات الصلبة كوكايين في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية الحيازة والتخزين والمتاجرة للمخدرات كيف معالج في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة تبييض الأموال.